يقول السائل: أنا أشتغل مع امرأة في الصيدلية، فهل يجوز لي ذلك مع العلم أن المرأة يحتاج لها النساء في بعض الأمور الخاصة، ومع العلم أيضا يحدث لي خلوة في بعض الأحيان معها؟ الخلوة حرام، لا تجوز، لا تخلو معه. لكن إن كانت تشتغل في ناحية من الصيدلية وأنت في ناحية أخرى، أنت تستقبل الرجال وهي تستقبل النساء، وفي والمحل مختلف، محلك يختلف عن محلها، فلا بأس بذلك. أما الخلوة فلا يجوز هذا. نعم.